كما بنعرف وخاصة بهي الأيام بسبب التطور التكنولوجيا وتطور العلم، صرنا نشوف الأمهات صارت تروح لكذا لغات، تقول أنا ابني اليوم حابته يتعلم الإنجليزي، على دورنا كان يعني يا إنجليش يا فرنسي، خلاص يعني إنه بتنقي أنت. بس اليوم لا، صرنا نشوف إنه الأمهات عم تروح لتعليم أطفالهم أكثر من لغة. خلينا نقول إنه اليوم بجوز يكون باب البرستيج كثير وارد بهي القصة، بس هذا الشيء أكيد له فوائد، إن كان بتقوية المهارات، بتقوية الذاكرة عند الطفل، ومخلينا يعني تكون خبرة كمان يعني نتعلم منهم اليوم. صحيح رشا، ويمكن كمان شيء كثير مهم إنه تعليم اللغة اليوم مو بس لهي الفترة، هو لحتى بعدين يكون في عندهم ما عندهم مشكلة بالتوظيف، ما عندهم صحيح. مشكلة بسوق العمل، وخصوصا انه هلا صار هذا من المتطلبات الأساسية. إذا كان زمان ممكن يتم التغاضي عنه، حاليا مستحيل صحيح. يتم التغاضي عنه. لهيك بيبقى السؤال، كيف ممكن أعلم طفلي اللغة الثانية وبشكل ما يضر ايضا لغته الام او لغته الاساسيه، ويقدر انه هو يمارسها وتصبح هي لغه رئيسيه موجوده عنده وليست لغه ثانويه؟ كل هاي التفاصيل رح نتوسع فيها مع ضيفنا لليوم الاستاذ صفوان قدوره، وهو استاذ متخصص في تعليم اللغه الانجليزيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اهلا وسهلا صباحك استاذ. مشاهدين اهلا وسهلا بحضرتك، نورت صباحنا. خلينا نروح فورا لمحور الحلقه، ودائما الام بتحلم يكون ابنها نموذج للطفل المتعلم اللي بيعرف أكثر من اللغة، اللي بتشوف حالة فيه قدام المجتمع، ولكن دائما السؤال البديهي أنه أنا إمتى قادرة أنه أدخل طفلي بهذا المجال بأي عمر؟ الحقيقة بالنسبة لموضوع تعليم الأطفال للغة الإنجليزية، أهم شيء نعرف أنه هذا الشيء مرتبط بالضرورة، فبغض النظر عن العمر ما هي الضرورة أنه نحن نعلم الطفل اللغة الإنجليزية بشكل خاص. لكن كجواب لسؤالك، نحن عندنا ثلاث مراحل بالنسبة لتعليم الطفل. تبدأ المرحلة الأولى اللي بنسميها الأيرلي ستيج، هي من فترة الولادة لفترة 3 سنوات تقريبا، المجال الإدراكي للمؤثرات الخارجية كتير عالي عند الطفل. المرحلة الثانية هي السكسسيف أو المرحلة المتتالية يلي بين 4 سنوات ل7 سنوات، وبيرفقها المرحلة الثالثة اللي هي بعد 7 سنوات اللي تعتبر متأخرة نوعا ما، بحكم أنه المراحل الإدراكية والإدراك السمعي كان أكثر بالمراحل الأولى. طيب. فممكن من الولادة الطفل يبدأ أنه يتلقى شيء متعلق باللغة الثانية. طيب أستاذ صفوان، خلينا كمان نأخذ معلومة منك اليوم. كتير أحيانا البيئة المحيطة هي اللي بتكون معيقة لتعلم أو اكتساب اللغة الثانية، فشو الإجراءات اللي بتعملوها بهيك حالة؟ البيئة المحيطة اللي احنا لما بنحكيها كعائق، فممكن نفترض أنه الأهل مثلا ما بيحكوا اللغة وما بيتكلموا اللغة الإنجليزية، هذا الشيء طبعا بيكون صعب شوي بصراحة بالمرحلة الأولى، لأنه أكيد الأهل صعب شوي أنه يجيبوا حدا كمدرس خاص للطفل مثلا حديث الولادة أو من باب التلقين. فممكن تبدأ هذا الشيء بمرحلة الروضة، بحيث الأهل أنه يضمنوا وجود الشخص الصحيح من أجل مرحلة التلقين. فالدور بهالحالة إذا كان الأهل عائق بحيث ما بيتكلموا اللغة، فبيكون الأمر كله متعلق باختيار الروضة المناسبة أو اختيار الملقن المناسب لتعليم اللغة. بالتالي ما بيصير هالفروقات بين اللغة الأم واللغة الثانية. وهون عم نحكي أستاذ عن خطوات، يعني أي شيء بدنا نأسس فيه بحاجة الطفل بحاجة لخطوات أساسية، واليوم عم نحكي عن تعلم مهارات وتعلم لغة جديدة والتعرف على ثقافات أخرى. يعني شو أهم الخطوات المفروض نبلش فيها مع هذا الطفل؟ أهم الخطوات اللي احنا منركز كتير مرة ثانية على أهمية الحاجة. الآن إذا بدنا الخطوات العملية، فهي إذا كان الأهل أو أحد الوالدين بيتكلم اللغة، ضروري نبدأ نعمل له مرحلة توسيع إدراكه للمفردات اللغة الثانية. طبعا هذا الشيء ما رح يأثر أبدا على اللغة الأولى، بحكم دماغ الطفل مؤهل ليستوعب أكثر من لغة أو أكثر من لغتين أحيانا بنفس الوقت. ثم بعد هيك تجي مرحلة الروضة، اختيار الروضة أو المكان المناسب ومتابعة الأهل بيكون من أهم الخطوات بالنسبة لتعلم الطفل أو اكتساب الطفل للغة الثانية، اللي ممكن ببعض الحالات هي بطبيعة الحال تكون لغة نيتيف أو لغة أولى بالإضافة للغة الأم. طيب اليوم إمتى بيلجأوا الأهل لمتخصصين؟ يعني بيقول أنه أنا مثلا، نحن بنعرف حاليا صار في تعليم لغات عبر الإنترنت، عبر التطبيقات، في كتير وسائل يعني معنى كتير مكلفة على الأهل ومفيدة، ولكن إيمت أنا بقول لا، أنا بهاي المرحلة بدي أنه يكون في متخصص مشرف أو معهد معين؟
هلا بالنسبة للأمر الشخص المتخصص أكيد نحن رح نبدأ من الروضة في حال الوالدين أو حدوما ما بيتكلم اللغة المرغوب تعليمها، لنفترض أنه هي اللغة الإنجليزية، فهي بنبدأ بمرحلة الروضة. في أهل بيعتمدوا هذا الشيء من الولادة أنه ببلشوا مثلا الطفل يستمع لأغاني لنفرض أو لشيء متعلق باللغة الثانية. ما عم ننتبه لنقطة أنه اللغة لا تتعلم فقط بشكل الإكسبوجر أو التعرض لأغنية أو لشيء من الحوار، هي بحاجة تفاعل جدا. فلحنا بمرحلة إذا هذا الشيء مو موجود بمراحل مبكرة، فأكيد بمرحلة الروضة لحنا بدنا نلجأ للأشخاص المناسبين، بحيث أيضا أنه لحنا نضمن أمر التفاعل، لأنه عم نحكي بمجال السوسيولينغوستيك اللي هو الأمر اللغوي الاجتماعي. فاللغة هي عملية تفاعلية اجتماعية بحاجة وجود الأشخاص المناسبين أصحاب النطق السليم. طبعا كل ما كان النطق أفضل وأقوى وأقرب للغة التارجت المطلوب تعلمها، كل ما كان الأمر أقوى. هون نوهت حضرتك على نقطة كتير مهمة، وهي دور المختص ودور الأهل. بالنهاية هي شراكة ثنائية خلينا نقول لنجاح هذا التعليم عن الطفل. ولكن من تجربة شخصية اليوم أنا عم بحكي سلمى، أنه أحيانا المعاهد ما عم تجيب نتيجة، يعني كأنه ما عم يكون في تركيز مباشر على الطفل، يعني بتحط الطفل بيرجع البيت ما عنده هاي الذاكرة اللي استوعبت هدول الكلمات أو يقدر يحفظ يعني. فهون شو بتكون المشكلة أستاذ؟ في عنا هل بجوز عدد الطلاب كتير؟ ممكن؟ في عنا ثلاث أمور هامة. الأمر الأول متعلق مثل ما تفضلتي بعدد الطلاب، يعني إحنا إذا عنا 30 طفل مثلا فأكيد نسبة المشاركة رح تكون خفيفة جدا بالنسبة للطفل. الأمر الثاني دور المعلم أو أنا بسميه الملقن نفسه بمجال اللغة، يعني لأي درجة الملقن عنده وعنده مثلا الخبرة الكافية بالتخصص بالتلقين أو تعليم الأطفال للغة تانية. والأمر الثالث متعلم بالبيئة المحيطة، بالبيئة المركز، بيئة المعهد المحيط، كخلق تفضلتي أول حلقة ذكرتي كلمة ثقافة، فكخلق ثقافة متعلقة بالطفل. هي ثلاث أسباب الحقيقة عائق أساسي. أحياناً المعهد في إله سياسة بيكون إنه هو مثلاً يعتمد على مراحل متقدمة بالإنجاز، فهون الأهل ممكن شوي يستعجلوا على الطفل مثلاً أو يستعجلوا النتائج. هذا الشيء بحاجة إنه دراسة وشراكة ثنائية مع الأهل لتوضيح إنه لحنا بهي المرحلة الطفل مثلاً عم يتلقى اللغة، بعد مثلاً أشهر هي المرحلة الطفل رح يبدأ ببعض المفردات وهيك. طيب أستاذ صفوان كمان خلينا نحكي شوي كمان عن الأخطاء اللي ممكن يتبعوها أحياناً الأهل أثناء تعليم الأطفال، واللي بنعرف اللي هي الاستمرارية. في كثير أهل بدي يخلقهم بكير، خلاص أخذ كم كورس تمام حاجته. برجع بحكي أمر هام جدا، هو لأي درجة موجودة ضرورة تعلم اللغة. وبالتالي الأهل قبل ما أنا أقول أنا بدي أعلم مثلا الطفل لغة تانية لنفرض اللغة الإنجليزية، فشو هو الهدف يلي الطفل بده يتعلم؟ ذكرته ببداية الحلقة المجالات والآفاق الموجودة والمتنوعة بهالمجال. فمن الأمور الأخطاء اللي بيعملوها الأهل هي أول شيء عدم وضوح هدف، إنه أنا لحنا بصير أحيانا إنه أنا بس بدي الطفل إنه يحكي، بدي أحيانا عذرا بصير تباهي مثلا بالطفل، قد يكون لمقارنة الطفل. هون عم نوقع كمان بأمر مطب تاني، هو يعني ضغط على الطفل إنه مقارنته بسن مبكرة جدا وما أنا مطالب فيها بأقرانه. فهي إحدى الأمور. من الأخطاء الثانية أيضاً إنه إهمال اللغة الأم، لأنه إحنا ما عم نعرف إنه اللغة هي هوية بالنهاية، فالطفل بحاجة يبقى على تواصل مع لغته اللي هي رح تمثل هويته. وهذا الشيء كتير هام إنه إحنا نعمل توازن وبالانس مع وضوح الهدف من تعلم اللغة الثانية مع اللغة الأولى. طيب أستاذ، بعض العقبات خلينا نقول ذكرت حضرتك نقطة وهي الفروق بين طفل وآخر. اليوم مو كل الأطفال عندهم نفس قدرة الحفظ، نفس قدرة التركيز، وهون كمان مشكلة عند الأهل. اليوم شو أهم الصعوبات اللي ممكن الطفل يواجهها بعدم الحفظ، بعدم التركيز، الفروق الفردية، لحتى ما يقدر يكون عنده مفردات كتير بذاكرته؟ تمام. من أهم الصعوبات هي عدم وجود بصراحة شيء كافي من التلقين أو من الاكتساب للغة. الطفل لحتى يتعرض لحتى يأخذ اللغة بده تماماً مثل اللغة الأم، هو بيتعرض بيعمل تخزين تخزين تخزين، بعدين تجي مرحلة التوك.
فإذا أو الكلام، فإذا ما كانت هذا الشيء موجود فهي أكيد من التحديات بالنسبة للطفل. في طفل عنده أهل مثلاً بيتكلموا اللغة المطلوب إتقانها، وفي طفل ما عنده، فهذا الشيء أكيد رح يعمل بحد ذاته فروقات. أيضاً الفروقات هي الهامة جداً اللي منركز عليها، هي دور الروضة أو دور المدرسة أو بالذات دور المدرس بشكل خاص، مما بيتطلب تواصل كتير هام وقوي وفعال بين الأهل والمدرسة أو إدارة الروضة. طيب أستاذ، خلينا نحكي شوي، نحكي عن المراحل المتقدمة. اليوم بلش الطفل، وقلت أنت أنه العمر كمان ممكن ينقسم لعدة أعمار. في كتير أهل بيقولوا أنا بدي أعلم طفلي من هو ولساته يعني حتى بالحضانة عم بيروح، بدي بلش علمه اللغة لأنه رح يكتسب أسرع ورح يصير أسرع. هلأ صار الظاهرة كتير أوقات بنكون ماشيين بالسوق، ماشيين بمول من المولات، بنلاقي الأم عم تحكي مع الطفل باللغة الإنجليزية، بأي أمور عم بتشوفها، بطلت تستخدم اللغة العادية. هل هذا الشيء مفيد، ولكن هل له سلبيات على تعلم الطفل للغة الرئيسية؟ الحقيقة من الأمور الغريبة شوي أنه إلى الآن العلماء والأبحاث ما اتفقت على أمر أنه هل الطفل من صالح الطفل يتعلم لغة ثانية بسن مبكرة أو لا. يعني إلى الآن نحن ب 2024 علماء تحكي بمدرسة أنه الطفل لازم يتعلم أول شيء اللغة الأم بعدين يتقن لغة تانية، وعلماء ومدارس تانية بيقول لا، الطفل لازم يتعلم لغتين أو قادر أنه يتعلم بلغتين. الحقيقة هذا الشيء ما له مشكلة، لأنه ما في حالات عملية أثبتت أو وضحت أنه الأطفال بيصير عندهم ديلي أو تأخر بالتوك إذا الطفل أتقن اللغة التانية. عندنا أبحاث واضحة، يعني مثلا بكندا حوالي 31-40% من أطفال المدارس بيتكلموا لغة تانية بطلاقة. بالاتحاد الأوروبي مثلا حوالي 56% من طلاب المدارس ضمن دول أوروبا بيتكلموا لغة تانية بطلاقة. حتى نحن يعني بنعرفها، أحيانا بيكون أشخاص بعائلة ضمن مدينة بيحكوا لهجة حتى مختلفة، فبالبيت ممكن يكون في لهجة وبالمدرسة لهجة أو مع الأصدقاء لهجة، فهذا الشيء ما في أي مشكلة. لكن المهم أنه يكون في هناك ضرورة، معنا مشكلة أنه الأم أو الأب يستخدموا لغة ثانية إذا بقصد هو تعريض الطفل للكونتكست أو لسيناريوهات مختلفة بالبيت، غير مثلا بالمدرسة أو غير مع الأصدقاء أو غير بالنادي. فإذا كان الغرض هو تعريض الطفل لهذا الشيء، تعريضه لحوارات مفتوحة وكونتكست مختلفة، فأكيد ما في مشكلة، على عكس ما يفهم أنه هي يعني أمر لشوفة حال أو كذا. صحيح. ما شرط بالضرورة هيك تكون أبدا. أكيد اليوم الإيجابيات جدا كثيرة، وكون عم نحكي عن الإيجابيات خلينا هيك بمعلومات سريعة. اليوم هي المراحل بالتقدم من باللغة عند الطفل، شو حتعمل له بالمستقبل حضرتك كونه متخصص وإلك مجال وتجربة بهذا المجال؟ الأمر الهام يلي نحن بدنا نعمله حاليا بالمستقبل هو زيادة أو رفع الوعي أو زيادة الوعي بالنسبة لتعلم لغة تانية. أنا طبعاً مخصصة اللغة الإنجليزية لأنه هي لغة اللغة فرانكا بشكل عام، هي لغة التواصل الدولية. فأهم تحدي بالنسبة لنا إذا نحن قدرانين هو إنه اللغة الآن للصغار أو للكبار حتى ما عادت خيار، هي صارت life necessity، كحاجة ضرورية من حاجات البقاء. طبعاً هذا الشيء بيأشر إنه الآن كثير من أصدقائنا عم يسافروا وعم تكون اللغة عائق. أول شيء بالسي في المطلوب. بالضبط. فأحياناً المجال التكنيكال عم يكون مانول توب، لكن اللغة التوب عم يروح العمل أو الوظيفة أو البوزيشن لصالح اللغة. فأهم شيء الآن إحنا فينا نعمله أو إذا نجحنا نعمله بيكون هو الشيء الصح، أنه نرفع زيادة الوعي بالنسبة لتعلم اللغة وبالذات اللغة الإنجليزية، وتطبيق مقولة أنه هي it's not an option، يعني هي ما عدت خيار أبداً، وإنما هي حاجة ضرورية من حاجات الحياة وحاجات البقاء حتى. أكيد صحيح. شكرا لك أستاذ صفوان وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا، شكرا أستاذ صفوان، نورت صباحنا، يومك حلو، أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا كثير، thank you so much. شكرا لك.